بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ازدان الكون بسناه وانثالت الألسن من فيض هداه، وصلى اللهم وسلم على من دانت له القلوب ونهلت من معينه العقول، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم خير، صباحكم وطن، صباحكم قلوب تنتظر وعيون تترقب بزوغ فجر يوم 18 من نوفمبر، اليوم الذي تحتفي فيه عمان من أقصاها إلى أقصاها بأكملها بعيدها الوطني المجيد. صباحكم الألوان الزاهية لعلم السلطنة المجيدة، الأحمر الأخضر الأبيض الذي تتزين وتتوشح به طرقات وقرى وشوارع الأرض الطيبة. أهلا بكم أيها الأحبة الكرام إلى إطلالة جديدة وبرنامج قهوة الصباح، دائما مثل ما عودكم من الأحد إلى الخميس مجموعة من الفقرات والمحطات والمتابعات أيضا لكل ما يجري على أرض السلطنة من فعاليات ومناشط. عدسة وكاميرا البرنامج حاضرة في تلكم المواقع. أهلا بالجميع وبكل من يتابعنا ولكل من راح ينضم إن شاء الله تعالى لنا في قادم الأوقات، فدائما أحلى وأجمل وأمتع اللحظات الجميلة والمفيدة نرجوها لنا ولكم أيها الأحبة الكرام. مباشرة معكم أيضا نتعرف على أبرز ما راح يكون إن شاء الله تعالى حاضر معكم من وقفات حوارية ومن مواضيع ومن تقارير أيضا يعدها طاقم الإعداد وطاقم إعداد البرنامج بشكل عام. نشوف على الشاشة مع بعض مشاهدين الأحبة إيش راح يكون معنا في حلقة اليوم. الموضوع الأول راح يكون بمشيئة الله تعالى عن موضوع العناية بالبشرة، وكالعادة الفقرة الثانية راح تكون فقرة الصحافة واستعراض دائم لأهم العناوين والأخبار الصادرة في صحفنا المحلية. وعندنا أيضا محطة أخرى مشاهدين الأحبة وهي سباق ريبوك سبارتنج ريس للنخبة، بالإضافة إلى موضوع آخر ووقفة حوارية نتعرف فيها على تفاصيل مهرجان المناظير. أما في فقرة عالم المدارس فراح يكون الموضوع مع إن شاء الله تعالى مع فايزة السلطية وبرنامج صعوبات التعلم. إذن مشاهدين هذا جملة ما راح يكون إن شاء الله تعالى حاضر معاكم من خلال حلقة اليوم من برنامج قهوة الصباح وبداية الأسبوع والأحد. ودائما نقول إن شاء الله تعالى دائما الجد والاجتهاد والمثابرة والعطاء والتفاني بسواعد لا تعرف الملل وهمم لا يخالطها الكلل. الكل حاضر بمشيئة الله تعالى في مواقع ميادين العمل والبناء لهذا الوطن الغالي بمشيئة الله تعالى، فنتمنى التوفيق للجميع والتحية كل التحية لمن يعمل بجد ولمن دائما يكون معول بناء حقيقة لهذه الأرض الطيبة. عموما نروح لنعرف فاصل من خلاله حالة الطقس، وبعد الفاصل إن شاء الله تعالى ستكون الفقرة الأولى وهي فقرة الصحافة، فتابعونا. Thank you.
حياكم من جديد مشاهدينا الأحباء، صباحكم كل ما يسعد النفس ويسر الخاطر ويجلب للقلب بهجته وانشراحه، وأنتم تتابعون برنامج قهوة الصباح. ومباشرة معكم أيها الأحباء الكرام ننتقل إلى فقرة الصحافة، وكالعادة باقة متنوعة من العناوين والأخبار الصادرة في صحفنا المحلية، وانتقينا لكم مجموعة من العناوين ونبتدئها كالعادة مع جريدة عمان. الوطنية للشباب تبحث دعم المبادرات الشبابية وتستعرض منهجية العمل للفترة الثالثة. اليوم انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة اقرأ للناشئة، تبدأ اليوم بقاعة المحاضرات بجامعة السلطان قابوس الأكبر التصفيات النهائية لمسابقة اقرأ للناشئة لعام 2016، والتي ينظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم للعام السابع على التوالي. وسوف تشمل التصفيات لهذا اليوم كل من المراكز التالية: مكتبة جامعة السلطان قابوس الأكبر، ومكتبة المعرفة العامة، ومكتبة قريات العامة. تدشين جمعية الصداقة العمانية السويسرية لتنظيم مجموعة من الفعاليات المفيدة. دشن صاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد مساء أمس جمعية الصداقة العمانية السويسرية بفندق حياة جراند بالقرم. حضر حفل التدشين عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمكرمون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والسفراء والوكلاء. يأتي حفل التدشين مشاهدين الأحبة لتعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين السلطنة وسويسرا في القطاعات الرئيسية مثل الاقتصاد والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة والتعليم والثقافة والسياحة وغيرها من مجالات التعاون التي تهدف إلى تقوية الصداقة والتفاهم بين البلدين في كافة المستويات، مع الاستفادة الكاملة من الفعاليات الثنائية والمتبادلة بين الطرفين. ومن جريدة عمان مباشرة معكم أيها الأحبة إلى جريدة الوطن، وانتقينا لكم أيضا مجموعة من العناوين والأخبار الصادرة في هذه الجريدة. الوطنية للعبارات تسير أول رحلاتها إلى مدينة شهبار الإيرانية. المرأة الساحلية أسهمت بشكل كبير في تطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية، وتساهم بشكل مباشر في العمل بالقطاع السمكي الاقتصادي الحيوي. شاب عماني يفتتح مشروع حديقة حيوانات وطيور بسمائل. قام مؤخرا شاب من ولاية سمائل بإنشاء مشروع حديقة حيوانات وطيور بالولاية، هادفا منها إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، كونه مشروعا ترفيهيا يجد الإقبال الجيد خاصة من الأطفال الذين تستهويهم الحيوانات والطيور التي تضمها الحديقة. يقول سعيد بن عبد الله السليمي مشاهدينا صاحب المشروع حول الفكرة من إنشائه: بدأت فكرة إنشاء مشروع الحديقة في هذه الولاية منذ فترة طويلة، وكان طموحي في ذلك حيث شرعت في هذا العمل منذ عدة سنوات، ولكنني لم أقم بفتح حديقة خاصة تعنى بذلك الجانب، حيث أنه ليس من السهل افتتاح هذا المشروع كونه يتطلب جهدا كبيرا وأمورا مادية مكلفة ومتابعات من الجهات المعنية لقبول هذا المشروع بشكل مستمر. إذن انتقلنا من جريدة عمان إلى جريدة الوطن، ولم يتبقى مشاهدين الأحبة سوى الخبر العالمي الذي اخترناه وانتقلناه لكم. سمكة البالون العجيبة كيف؟ أنا بخبركم كيف. تملك سمكة البالون العديد من الأسماك كسمكة البخاخ وسمكة الفقاعة، وتمتلك هذه السمكة تقنية مميزة للدفاع عن نفسها، فهي تملك معدة مطاطة للغاية وإمكانية التهام كميات كبيرة من الماء.
أو الهواء دفعة واحدة، تنتفخ أضعاف حجمها الأصلي لتصبح كرة مائية يصعب بشدة على الحيوانات والأسماك المفترسة الإمساك بها، وتملك أيضا بعض فصائل أسماك البالون أيضا أشواكا على جسمها تبرزها أثناء الانتفاخ. إذن هذا جملة ما لدينا من عناوين وأخبار صادرة في صحفنا المحلية مشاهدين الأحبة، واستعرضناها معكم. الحين نروح لمشاهدة التقرير، وبعد التقرير إن شاء الله تعالى نبتدئ معكم الوقفة الحوارية الأولى في برنامجنا، واللي راح نخصصها بمشيئة الله تعالى للحديث حول مهرجان المناظير. أهلا بالجميع وبكل من يتابعنا، نروح لمشاهدة التقرير وراجعين. يحصل الجمهور اللبناني هذه الأيام على فرصة نادرة لمشاهدة عشرات الأفلام الوثائقية العالمية في إطار النسخة الثانية لمهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية. يولي المهرجان هذا العام أهمية خاصة للعرض في مناطق أخرى غير العاصمة بيروت، وفي مدارس وجامعات ومراكز ثقافية تحت عنوان الفن حق للجميع بكل المناطق. الفن حق لكل العالم، حق مهم لكل الناس بكل المناطق، لازم يروح ويوصل لكل المدن بلبنان. افتتح المهرجان يوم الاثنين الماضي ويستمر 12 يوما، ومن بين الأفلام اللبنانية التي ستعرض خلاله 5 أفلام وثائقية للمخرج اللبناني بهيج حجيج تناقش جوانب مختلفة من التراث اللبناني. أول شيء هذه شغلة مهمة للأفلام الوثائقية، لأنه هي الأفلام وثائقية، الفيلم الوثائقي شغلة كثير مهمة، هي مدرسة بحد ذاتها الفيلم الوثائقي. ثانيا الأفلام اللي بتحكي عن الفن بشكل عام، إن كان مثلا إن كان سينما إن كان رسم إلى آخره، كمان يتخصص لها مهرجان بهال هي خاص، هذه شغلة كمان مهمة. ومن بين الأماكن التي ستعرض فيها أفلام مشاركة في المهرجان، مقهى يقع على جبهة قتال سابقة في طرابلس بشمال لبنان، ومسارح في الجنوب أعيد فتحها بعد إغلاق استمر 20 عاما. المخرجة والمنتجة اللبنانية صولا سعد وهي واحدة من المشاركات في المهرجان. كثير مهم انه يكونوا دوكيومنتريز عم يتورجوا بلبنان ومش بس ببيروت، لانه هول افلام صعب نلاقيهم بالسينمايات عاده، وهيدا الفن تبع السينما مش الثريلر اكشن. انا بلاقي خاصه بهيك وضع ما فيها لذة شيء ما واحد يكون بهيك اجواء ويشوف شو عم بيخلقوا باقي العالم فنيا، لانه لبنان كثير عايش فنيا. وافتتح المهرجان بفيلم عن المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، كان قد عرض في بيروت في يونيو حزيران الماضي بعد أشهر من وفاتها. سامح البرديسي، رويترز. حياكم من جديد مشاهدي الأحبة، وصباح الخير لكل من يتابع برنامج قهوة الصباح في هذا الصباح الجميل في الأيام النوفمبرية، يعني تقريبا 5 أيام بالتمام والكمال تفصلنا عن عيدنا الوطني المجيد. يا رب العالمين الله يكتب الخير والرقي والازدهار والتقدم لهذا الوطن الغالي، والله يحفظ لنا جلالة السلطان المعظم ويجعله ويدوم دائما ذخر وسندا لنا بمشيئة الله تعالى. عموما من خلال برنامج قهوة الصباح نبتدي معكم الوقفة الحوارية الأولى اللي راح نخصصها بمشيئة الله تعالى للحديث حول مهرجان المناظير، يعني الاحتفالات السلطنة بالعيد الوطني ما زالت مستمرة، وكل بطريقته الخاصة يتفنن أيضا بالتعبير عن مشاعره الجميلة بهذه المناسبة. أيضا المؤسسات سواء الحكومية الخاصة الأفراد قاموا بالكثير من الفعاليات تزامنا مع هذه المناسبة. الجمعية الفلكية العمانية هي إحدى أيضا المؤسسات التي دأبت على أن تشارك أبناء السلطنة أيضا الاحتفال بها
هذه المناسبة من خلال إقامة مهرجان المناظير. التفاصيل ستكون بمشيئة الله تعالى من خلال وجود مازن بن علي الجلنداني رئيس اللجنة الإعلامية بالجمعية الفلكية العمانية. مازن حياك الله ونقول لك صباحك وطن وحياك الله في برنامج قهوة الصباح. حياك الله صباح النور. حياك الله مازن. أنا يعني ذكرت في مقدمتي تزامن أيضا مع احتفالات السلطنة قامت الجمعية الفلكية العمانية بإقامة هذا المهرجان مهرجان المناظير. قبل لا ندخل في تفاصيل المهرجان وإيش ضمه من فعاليات ومناشط أيضا مصاحبة، وكان يوم الجمعة صحيح؟ صحيح، يعني قبل يومين. أيوة. أريدك تخبر المشاهدين كلمحة بسيطة أول شيء عامة عن الجمعية الفلكية العمانية. الجمعية الفلكية العمانية تأسست عام 2008 وهي مستمرة حتى الآن. تعني الجمعية الفلكية العمانية على نشر الثقافة الفلكية في السلطنة، كذلك تكون الملاذ المناسب لهواة الفلك في السلطنة. جميل. كذلك إقامة الفعاليات والمناشط في المجال الفلكي. نعم، إقامة الفعاليات والمناشط في المجال الفلكي في السلطنة. ولذلك جاء مهرجان المناظير أيضا لتقدم الجمعية الفلكية العمانية بمقرها بمرتفعات المطار قبل يومين اللي هي الجمعة 11 نوفمبر. هي. قمت بهذا المهرجان صحيح؟ صحيح. يلا الحين نتعرف مع المشاهد الكريم إيش أول شيء فكرة إقامة هذا المهرجان. جاءت فكرة إقامة المناظير الفلكية لأنه هو الحين التقنية الحديثة متطورة، فدفعت الجمعية الفلكية العمانية لإقامة هذا المهرجان إلى نشر الثقافة واستخدامات هذه المناظير في الرصد الفلكي، وكذلك تعريف الهواء حول هذه المناظر. المهرجان أقيم في مقر الجمعية؟ أيوة، في مقر الجمعية في مرتفعات المطار يوم الجمعة الماضي تحت نعم. رعاية الشيخ الدكتور المكرم الخطاب الهنائي. نعم جميل. طيب الحين مازن نتعرف من خلالك إيش ضم المهرجان بالضبط من فعاليات ومناشط؟ أهم المناشط التي تضمنها المهرجان هو جميع الجهات الفلكية في السلطنة جاءت بالتلسكوبات والمناظير الخاصة بها. أيوة. وعرضتها في مرتفعات المطار، كذلك قامت ورشة مصغرة للأطفال لتشجيعهم في المجال الفلكي. ممتاز. طيب في مشاركة أيضا من المؤسسات سواء الحكومية الخاصة الأفراد أيضا المهتمين بالمجال الفلكي، كان لهم حضور أيضا في هذا المهرجان؟ أيوة، كان الكثير من الجهات والمؤسسات والأفراد وكذلك الشركات الناشئة في المجال الفلكي. وإيش اللي قدموا بالضبط من غير عرض للتلسكوبات الموجودة عندهم؟ إيش اللي قدموا أيضا؟ قدموا في أركان معينة في المهرجان، كل بمجاله أيضا يعرض ويعرف أيضا الزائر للمهرجان بكل ما يضم أيضا في مؤسسته من أجهزة ربما من تقنيات متطورة في هذا الجانب. أيوة، كان كل مؤسسة حكومية أو شركة ناشئة تعرض الأجهزة المستخدمة لديهم، كذلك أجهزة التصوير والمناظير المختلفة بأنواعها، وكذلك ما هي إنتاجاتهم في السنوات الماضية عبر هذه المناظر. ممتاز. طيب الحين أيضا المهرجان كان لمدة يوم واحد. أيوة. متى بدأ بالضبط ومتى اختتم، وهل كان مستمر بشكل دائم، وهل الزوار أيضا لهم حضور وإقبال كبير لمعرفة كل ما يتعلق بالمجال الفلكي؟ أقيم المهرجان يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرا تقريبا إلى الساعة التاسعة مساء، وكان الحمد لله إقبال جيد من المهتمين وكذلك الأطفال والأسر لتعريف أبنائهم بهذه المناظر الفلكية. نعم، الجمعية الفلكية العمانية وأيضا المؤسسات، يعني اقتصرت فقط على عرض التلسكوبات والمناظر الموجودة أو لا هناك أيضا ربما يعني تطبيق عملي لمشاهدة ربما كل ما يتعلق بالفلك أو إيش بالضبط؟ أيوة، جميع الجهات سعت إلى كيفية الاستخدام، كذلك أيوة. تم رصد القمر ورصد المشتري والزهرة وبعض الكواكب. ممتاز. في شرح ربما من باب بث الثقافة، بث التوعية، بث ربما المعلومات الثقافية للزائر الكريم فيما يتعلق بكل ما يرتبط بالمجال وعالم الفلك. أي في بعض الدكاترة المهتمين المتخصصين في هذا المجال عرض محاضرات للزوار وبعض تجاربهم من التصوير الفلكي لبعض السديوم وبعض الكواكب والنجوم. هذا أول مرة المهرجان يقام؟ أيوة، هذا أول مرة
فيها في هذا العام. في نسخة الأولى. ها؟ أيوة في نسخة. ما راح تكون الأخيرة؟ لا إن شاء الله في الأيام القادمة وفي الأشهر القادمة بننوع في مختلف المحافظات. حلو جميل. طيب كيف كان تقييمكم لهذه النسخة؟ كانت الحمد لله تجربة ناجحة من حيث الحضور والمشاركين من الجهات المعنية بهذا المجال. ومن أبرز الأحداث اللي حدثت في هذا المهرجان أيوة. سيتم إن شاء الله توزيع 5 تلسكوبات ممتاز. لخمس محافظات في هذه المرحلة، وفي المرحلة القادمة ستشمل باقي المحافظات بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. طيب أنا أريد أسألك يعني عن الحضور اللي حضروا هذا المهرجان، كيف مدى تجاوبهم، تفاعلهم، مدى أيضا اطلاعهم أنتم من خلال أيضا وجودكم في هذا المهرجان ومن خلال أيضا التقائكم بالناس، عندهم حصلت أنه في ثقافة واسعة في المجتمع فيما يتعلق بالاطلاع العام بما يرتبط بالفلك؟ أيوة الحمد لله لامسنا من بعض الأولياء الأمور مهتمين حاضرين مع أطفالهم مع أولادهم كذلك بعض الأطفال في إقبالها كثيرا الحمد لله. بعض الأطفال بإمكانهم استخدام التلسكوب والمنظار الفلكي خليناهم حدهم يستخدموا الحمد لله كانت ثقافتهم الفلكية ممتازة. نعم الحمد لله. طيب في ملاحظات معينة، اقتراحات معينة، أفكار معينة أيضا قدموها لكم الزوار الكرام للمهرجان؟ الحمد لله الجميع رحب من مختلف المحافظات أنهم نذهب لهم، ما نقتصر بس بمحافظة مسقط، إن شاء الله نذهب لمختلف المحافظات السلطنة. نعم. في الأيام القادمة. نعم. طيب أنت كونك أيضا رئيس اللجنة الإعلامية بالجمعية الفلكية العمانية مازن، ومن خلال إقامة هذا المهرجان أو أيضا ما شابه وما صاحبه أيضا من فعاليات ومناشط متعددة تقوم بها الجمعية، كيف قمتم بالترويج والتسويق أيضا لهذه الفعالية؟ سوقنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، كذلك بعض المنشورات في الواتساب. أهمية إقامة مثل هكذا فعاليات؟ هي مهمة لهواة الفلك، كذلك تعريفهم لكيفية الاستخدام هذه التقنية الحديثة التي وصلت إليها حتى الآن، ومفيدة للمهتمين والباحثين في هذا المجال. نعم جميل. احنا ايضا علشان احنا الحين نتكلم بشكل نظري، ولكن اكيد الصوره اكثر تكون معبره وتكون اكثر وضوحا للمشاهد الكريم من خلال هذه الصور التي الحين ستظهر تباعا على شاشه البرنامج. هذه لقطات مشاهدين الاحباء من هذا المهرجان، وما شاء الله انا ملاحظ يا مازن حضور لافت وجميل ايضا من الطفوله البريئه. ايش اللي قدموا الحين؟ شوف بعض الرسومات ووضح للمشاهد الكريم. الحمد لله عملنا لهم بعض المنشورات من خلال التلوين، كذلك بعض الأشكال مثل الكواكب والنجوم والسدم أسمائهم، الألوان الكواكب، حتى نزرع فيهم المعرفة الفلكية منذ الطفولة. وعملية أيضا استخدام تلسكوبات والمناظير. ممتاز. لقطاء يعني تفاعل جميل وحلو انه تشوف الاطفال والطفوله البريئه ايضا يحاولوا قدر الامكان انهم يتعرفوا على كل ما يرتبط بهذا المجال، وهو مجال رحب وواسع وجميل وممتع وشيق في نفس الوقت يا مازن. صحيح بالفعل مجال جميل للتامل في قدره الله سبحانه وتعالى من خلال مشاهده الكواكب والنجوم البعيده عن الارض. يعني انا لاحظت انه الحضور كبير من قبل الاطفال. طبعا الفئات المستهدفة بشكل عام أفراد المجتمع، صحيح مش فقط مقتصر على الأطفال. بالفعل. نعم الحمد لله كان الحضور ومن داخل السلطنة ومن خارجها أيضا أشوف أنا من خلال هذه اللقطات. بالفعل قاليات مختلفة. ممتاز ممتاز ما شاء الله. طيب الحين أيضا من خلالك يا مازن نتعرف على دور الجمعية الفلكية العمانية في تعريف أفراد المجتمع وبث أيضا التفاصيل المرتبطة بعالم الفلك من خلال أيضا الفعاليات والمناشط التي تقيمها بشكل عام. الحمد لله الجمعية الفلكية العمانية مستمرة في إقامة الفعاليات، إن شاء الله في مشاركة خارجية للجمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. يوم 18 احتفالا بالعيد الوطني 43، كذلك يوم 20 نوفمبر في سفارة السلطنة في إمارة أبوظبي. نعم. كذلك في نهاية الشهر هذا الحالي تكون مشاركة في فريق رياضي في ولاية بهلة، كذلك في ولاية نزوة. نعم.
جميل جدا، بارك الله جهودكم يا مازن. أنا أريد أيضا أعرف من خلال وجود الزوار داخل هذا المهرجان وتجوالهم أيضا في مختلف أروقة المعرض المقام والمصاحب أيضا لهذا المهرجان، في ملاحظات معينة تم تقديمها لكم فيما يتعلق بتعطشهم أيضا للمزيد من هذه الفعاليات التي ذكرتها قبل شوي أنت؟ بالفعل بعضهم يقترح أن نغير في مكان الفعالية. أيوة. بعضهم يريد ما فقط بس يقتصر للمشاهدة لاستخدام كذلك أنواع المناظير وإقامة ورش متكررة على الأشهر القادمة والأيام القادمة. نعم، أنت شخصيا من خلال تجوالك أيضا في أروقة المعرض، إيش الشيء اللي شد انتباهك، اللي لفت انتباهك، شيء بارز ربما يعني وأنت تتجول فيه؟ الشيء البارز الحمد لله أنه كان إقبال جيد من قبل الأسر، من قبل الآباء، كذلك الأمهات، ومن مختلف الفئات، الأطفال والشباب وكبار السن. نعم، لم يتبقى سوى أن أسألك سؤال أخير، خططكم المستقبلية أيضا يا مازن وخطط خلنا نقول الجمعية الفلكية العمانية بشكل عام. إن شاء الله في خطط قادمة في إقامة المخيمات الفلكية، كذلك مؤتمرات ستضيف مؤتمرات قادمة إن شاء الله، في مشاركة في شهر ديسمبر في مؤتمر العلمي. نعم. كذلك إقامة مهرجانات للمناظير في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. شكرا لك وشكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح، ونتمنى لكم كل التوفيق يا مازن. مازن بن علي الجنداني رئيس اللجنة الإعلامية بالجمعية الفلكية العمانية، سعدنا بوجودك اليوم معنا للحديث حول مهرجان المناظر. شكرا يا مازن، حياكم الله، بارك الله فيك. إذن مشاهدينا الأحبة، كان هذا حديثنا حول مهرجان المناظر اللي نظمته طبعا قبل يومين 11 نوفمبر الجمعة الجمعية الفلكية العمانية بمقر الجمعية بمرتفعات المطار. والحين مباشرة معكم أيها الأحبة الكرام ننتقل إلى مركز الأخبار مع الزملاء هناك وموجز لأهم الأنباء، فإليهم الكلمة. مشاهدينا الكرام السلام عليكم، مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين العاشرة. القوات السورية تستعيد السيطرة على معظم الأطراف الغربية لمدينة حلب، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم أطراف الأزمة باستخدام أسلحة كيميائية في المدينة. غارات جوية على مواقع لداعش في الموصل، والقوات العراقية تواصل تقدمها في المدينة. مقتل 4 أمريكيين وإصابة 16 آخرين في هجوم لطالبان على قاعدة باغرام قرب كابل. مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة العشرات في انفجار تبناه تنظيم داعش في باكستان. الاتحاد الأوروبي يعلن منح مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 78 مليون يورو للدول المتأثرة بالنزاع في جنوب السودان. الآلاف يواصلون تظاهراتهم احتجاجا على انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. بعد صراع مع المرض وفاة الفنان المصري محمود عبد العزيز عن عمر ناهز 70 عاما. انتهت العناوين، نلتقيكم بعد أقل من ساعة في نشرة مفصلة وعودة إلى الزملاء في برنامج قهوة الصباح لاستكمال فقرة البرنامج. We'll be right back.
أهلاً وسهلاً بكم مجدداً مشاهدين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامج قهوة الصباح. عدنا إليكم من جديد لنستكمل فقرات برنامج قهوة الصباح. أكيد وصلنا الحين إلى فقرة عالم المدارس. نتمنى لكم أيضاً أن يكون لحظاتكم الآن رائعة كروعة قلوبكم، وأن تسيرون أيضاً وفق خطوات ثابتة لتحقيق كل أحلامكم وآمالكم دون تعثر أو صعوبات. وبخصوص صعوبات، اليوم عندنا برنامج صعوبات التعلم، ومعنا أيضا هني ضيفة رح نتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع بشيء من التفصيل. سوف نتعرف على مهام معلم صعوبات التعلم، وأيضا كيفية تشخيص لهم الأطفال أو الطلاب الذين يدرسون من خلال طبعا بعض المؤشرات التي سوف تدلنا عليها ضيفتنا لهذا اليوم. نرحب بها معا مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا فيك أستاذة خولة بنت يوسف العامرية، معلم صعوبات تعلم بمدرسة المنهل للتعليم الأساسي من 1 إلى 4. أهلا وسهلا فيك. أهلا، حياك الله وصباح الخير. صباح النور يا هلا. احنا راح نتعرف ان شاء الله مع بعض عن معلم صعوبات التعلم وعن مهام هذا المعلم، وايضا ماذا يحتاج طبعا حتى من خطط علاجيه حتى يساعد بها هذا الطالب. ولكن خلونا نروح الى هذا التقرير، من ثم لنا عوده معكم، فخليكم معنا. مدرستين بمحافظة جنوب الباطنة ومدرسة بمحافظة مسقط في مادتي اللغة العربية والرياضيات، ومن ثم تم التوسع للبرنامج في جميع المديريات التعليمية بمحافظات السلطنة. صعوبات التعلم مصطلح عام يصف التحديات التي تواجه الأطفال ضمن عملية التعلم، ورغم أن بعضهم يكون مصابا بإعاقة نفسية أو جسدية، إلا أن الكثيرين منهم أسوياء، رغم أنهم يظهرون صعوبة في بعض العمليات المتصلة بالتعلم كالفهم أو التفكير أو الإدراك أو الانتباه أو القراءة أو الكتابة أو إجراء العمليات الحسابية. تؤثر صعوبات التعلم في الطريقة التي يتعلم بها الشخص أشياء جديدة، والكيفية التي يتعامل بها مع المعلومات، وطريقة تواصله مع الآخرين. وتشمل صعوبات التعلم جميع مجالات الحياة وليس فقط التعلم في المدرسة، كما يمكن أن تؤثر في كيفية تعلم المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة والرياضيات، وفي طريقة تعلم مهارات عالية المستوى مثل التنظيم وتخطيط الوقت وغيرها من المهارات العالية. وسهلا بكم متابعينا الأحبة، عدنا إليكم لنتعرف على موضوع اليوم صعوبات التعلم ومهام أيضا هذا المعلم وماذا يقوم في المدرسة من خطط علاجية وغيرها الكثير من خلال ضيفتنا التي نرحب بها أيضا مجددا. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية أخت خولة. أهلا وسهلا. حدثينا كده في البداية عن تطبيق برنامج صعوبات التعلم بشكل طبعا عام حتى يتعرفوا عليه مشاهدينا الكرام. برنامج صعوبات التعلم هو مطبق تقريبا في كل المدارس حاليا في التعليم الأساسي والحلقة الثانية، بس خليني أعطيكم نبذة عن صعوبات التعلم أساسا عشان نعرف البرنامج بالضبط هو يتحدث عن ماذا أو يستقصد فيه ماذا. صعوبات التعلم هو مصطلح يطلق على مجموعة من الأطفال يعانون من انخفاض في التحصيل الأكاديمي مقارنة عن زملائهم العاديين في الصف العادي، رغم أن نسبة الذكاء عندهم تكون متوسطة أو قد تكون فوق المتوسطة، إلا بالنسبة للعمليات المتصلة بالتعلم يظهرون فيها انخفاض مثل الفهم أو الإدراك أو القراءة أو الكتابة أو العمليات الحسابية.
نعم. خبرينا كذا، بما أنك أنت ذكرتي تعريف عام عن اللي هو صعوبات التعلم، أيضا نود أن نتعرف على المؤشرات التي تظهر على هذا الطالب الذي لديه اللي هي صعوبات التعلم، حتى أنه نتفادى أشياء كثيرة بعد ذلك. بالضبط. الطالب اللي احنا ممكن نعتقد او نحط في بالنا ممكن يندرج معانا في برنامج صعوبات التعلم، من الاساسيات انه هو يظهر انخفاض في التحصيل الدراسي مقارنه بزملائه في الصف العادي، بحيث انه هو يكون عنده قصور في اداء بعض المهارات التعليميه التي من المفروض يكون قد اكتسبها في المراحل التعليميه السابقه، الا انه يظهر فيها انخفاض. مثل على سبيل المثال، يعني مثلا اذا عندنا طالب من الصف الثاني نلاحظ ان هذا الطالب عنده قصور في معرفة الحروف الهجاء، رغم أنه المفروض يكون متقنها وخلاص متمكن منها بما أنها درسها في الصف الأول. أيوة. نتفاجأ بالطالب أنه هو واصل مستوى الصف الثاني ومع ذلك لا يستطيع التفرقة بين الحروف. هنا نبدأ نحط في احتمالات أن هذا الطالب راح يدرج في برنامج صعوبات التعلم لعدم اكتسابه مهارات تعليمية اكتسبها أقرانه في نفس الصف وعدوا هذه المرحلة. هو طبعا مثلا على سبيل المثال بعض المؤشرات، على سبيل المثال اللي هو في أثناء الكتابة، اللي هو طبعا اللي عرفته أنه يكتب رقم 7 على سبيل المثال بدل ما يكتبها بالطريقة العادية يكتبها بالطريقة المقلوبة. هذه تعتبر أنه عنده صعوبة مؤشرات. أيوة بالضبط، هذه الصعوبة. بالنسبة للرياضيات نحصل أنه هو يخطئ في اتجاه جهة الأرقام. نعم. يعني يخلط بين الاثنين والستة، 7 و8، ممكن حتى 3، يكتب لي اياها بالاتجاه المعاكس مش بالاتجاه اليمين. يعني الحين لو كان الطالب عندي مثلا طالب يكتب الكلمة بالعكس. أيوة. مثلا يعني كلمة يكتبها من نهاية الحرف إلى بدايته بدل ما يكتبها من بدايته إلى نهايته. أيوة. هذا بتلاحظين أنه كأنه يكتبها كما يراها في المرأة. أيوة. وبسلاسة يكتبها وتكون. نعم. الكلمة أساسا بالمقلوب. هذا يعد أيضا من الطلبة اللي ممكن يحطهم طلبتهم يعتبروا طلبة صعوبات تعلم. صعوبات تعلم. لكن إذا كان هذا الطالب في البداية خاصة مثلا صف الأول أحيانا يكتب بهذه الطريقة لأنه ما عنده مثلا معرفة في الكتابة. أيوة. هل يعتبر أيضا بعد يعني ما يعني في البداية يكتب بهذه الطريقة بس بعد شوية تحسي أنه بدأ يكتب كأقرانه أو زملاء، هل هذا يعتبر أيضا عنده صعوبات؟ هو عشان نطمن المتابعين. هو لا سؤالش في محله، لان نحن بالنسبه لبرامج صعوبات التعلم مطبق في المدارس ما نعتبر طلبه الصف الاول الاساسي هم ممكن احتمال يكونوا طلبه صعوبات تعلم الا بعد ما يتجاوزوا عمر 7 سنوات، يعني تقريبا بعد انتهاء المرحله الدراسيه كامله. ففي الصف الاول ما نحكم عليهم انهم طلبه صعوبات تعلم، لان احتمال يكون اساسا اكتسب هذه المهاره بطريقه خاطئه. صحيح. او ان الطالب استمر في هذا الخطا بدون ما حد يلفت انتباهه مثلا في المراحل التعليميه ما قبل المدرسه، فنعطيه مجال في هذا الفصل او السنه الدراسيه اللي هي صف اول احتمال ان الطالب ما يكون طالب صعوبات تعلم. طيب ايضا حدثينا عن مهام معلم صعوبات التعلم. مهام صعوبات معلم صعوبات التعلم تبدا عندنا بتسلسل، بدايه من اختار من قبل معلم الصف العادي. نعم. ان انا والله عندي مجموعه طلبه راح ينتقلوا للصف الثاني، طبعا هذه يكون نهايه العام الدراسي للصف المدرسه كامله، يعني. نعم. العام الدراسي كامل، فيجيش معلم الصف العادي للصف الاول، في عندي مجموعه طلبه احسهم خلاص خلص العام الدراسي والطالب هذا ما اتقن المهارات اللي المفروض ينتقنها مثل حاله حال اقرانه في الصف العادي. نعم. فيبدا المعلم معلم صعوبات التعلم يعطيهم عندنا استمارات تسمى سلالم الرصد والتقدير. نعم. توزع لكل معلم الصف العادي بالنسبه للصف الاول للمعلمين سواء اللغة العربية أو الرياضيات، من خلالها المعلم الصف العادي يعبي هذه الاستمارات بحيث أنها تكون دقيقة الملاحظة لطبيعة الطالب في تصرفه من الناحية الأكاديمية ومن الناحية النمائية. نعم. طبعا بعد ما نستلم هذه الاستمارات وندرسها نبدأ باستمارة اسمها دراسة الحالة. هذه دراسة الحالة تتعلق بمقابلة ولي الأمر. عندنا نقابل ولي الأمر، نبدأ نستفسر عن حياة الطالب ما قبل المدرسة وحتى في مراحل نموه لما كان طفل أو حتى لما كان في بطن أمه، يعني بأدق التفاصيل على أساس أنه هل تعرض لأشياء معينة يمكن تكون هي السبب في أنه وجد صعوبة في التعلم. طبعا هذا الشيء لا يخفى عليش إذا مثلا أيضا نسترجع شوية الحياة الاجتماعية للأسرة، لأن هذا الشيء أثر أيضا إذا كان في أعمال أو عوامل وراثية. نعم. تساعد أن الطفل يكون من طلبة صعوبات التعلم. كيف نفرق بين طالب صعوبات التعلم واللي هو المتأخر دراسيا وأيضا اللي هو عنده بطء في التعلم؟ سؤالش جدا وجيه.
احنا عندنا طبعا من ضمن المهام لمعلم صعوبات التعلم بعد ما نخلص من دراسه الحاله وناخذ موافقه ولي الامر سماح لنا ان احنا راح نجرى له اختبارات على اساس نقرر هل الطالب يكون معنا في البرنامج. هذه الاختبارات من خلالها احنا نقدر نتقن هل الطالب عنده تاخر دراسي او عنده صعوبات تعلم او عنده بطء فهم. اللي هو بطء تعلم من خلال تشخيصكم اللي هي الاختبارات الموجودة. أيوة عندنا اختبارات مقننة، هذه الاختبارات إدراكية وأكاديمية، من خلالها نقدر نتوصل إذا كان الطالب هذا عنده تأخر دراسي أو عنده صعوبات تعلم أو بطء تعلم، ومن غير من خلالها ممكن إحنا نوجد فيها الجوانب الخاصة للطالب من ناحية جوانب الضعف وجوانب القوة الخاصة لديه. جميل، ذكرتي أنه طبعا صعوبات التعلم تتركز في مادتي اللغة العربية والرياضيات، لماذا بالذات مادتي الرياضيات واللغة العربية؟ هو لأنه مادتين أساسيات. نعم. ومن خلال هذه المادتين أنا أشوف أنه تنبثق باقي المواد، فإذا كان الطالب ما يعاني أي صعوبة في اللغة العربية أو في الرياضيات فما راح يعاني إن شاء الله في أي صعوبة في باقي المواد وعلى المراحل العليا، لأن أساسيتها كل المواد هي أنه متمكن من القراءة والكتابة ومتمكن من المهارات أو العمليات الحسابية. أكيد، وحتى إذا كان قارئ أيضا باللغة العربية كذلك يستطيع أن يقرأ بالضبط. إذا كان متميز في اللغة العربية راح يقرأ بتميز أيضا في اللغة الإنجليزية بالضبط. خلينا ننتقل الحين إلى الخطط العلاجية التي تستخدم لمعالجة لهم طلبة صعوبات التعلم. بالنسبة للخطة العلاجية احنا عندنا خطة فردية بحيث أن لكل طالب خطة فردية مستقلة عن بقية الطلبة. هذه الخطة الفردية طبعا احنا نأكد عليها من وين وصل الطالب أكاديميا دراسيا، لأي مستوى وصل، لأي مرحلة وصل، نبدأ ننسق فيها الأهداف سواء الأهداف العامة أو الأهداف الدراسية. طبعا أيضا تحتوي على تنمية الطالب من الجانب النمائي، يعني احنا ممكن ندمج مع بعض الأكاديمي والنمائي بطريقة واحدة وفي خطة واحدة، نركز فيها بأساليب ووسائل تعليمية خاصة للطالب هذا بناء على جوانب القوة والضعف لديه، واللي مثل ما ذكرتها سابقا إن احنا نستخرجها من خلال الاختبارات اللي نطبقها على الطالب. نعم، هل هناك برامج معينة تستخدم لمعالجة من هم عندهم صعوبة في النطق كعلاج لهم بما انهم يعتبرون من ذوي صعوبات التعلم؟ ايوه، احنا طبعا عندنا بعض التمارين المعينة بالنسبة لمعلم صعوبات التعلم يتبعها مع طالب اللي عنده ضعف او صعوبة في النطق، من غير أن هذا غير اللي متواجد في أخصائي نطق، يتلقى الطالب العلاج من أخصائي النطق وفي متابعة وخطة ترتبط مع إدارة المدرسة ومع معلم الصعوبات وأخصائي النطق بشكل عام. مجالس الآباء والأمهات أو يعني أولياء الأمور بشكل عام، ما هو دوركم في توجيههم حول طبعا مساعدة أيضا أبنائهم خاصة إذا كان عندهم صعوبات تعلم، وأيضا كيف يكتشفوا أبنائهم اللي عندهم صعوبات تعلم حتى أيضا يعني يكون فيه خطة علاجية من المدرسة إلى المنزل أيضا، بحيث أنه يكون فعلا الطالب يستطيع بعد ذلك أن يواكب حياته بشكل طبيعي؟ هو بالنسبة لأولياء الأمور احنا لازم أول شيء نسوي لهم توعية، وتوعية كبيرة جدا بفئة صعوبات التعلم، إيش هي الأعراض، كيف ممكن أنا أتقبل الموضوع. فأحس أن أكثر شيء هي كثرة المشاغل، ممكن إحنا نسوي لهم مشاغل يا أولياء الأمور توعوية طبعا هذه المشاغل، كيف أنا ممكن أعرف أن ولدي يكون من ضمن طلبة صعوبات التعلم أو لا، كيف ممكن أنا أتعامل معه إذا حصلت أن ولدي عنده نمط معين مرتفع في التعلم، أستغل هذا النمط بحيث أن أنا أكسب المهارات التعليمية، وفي نفس الوقت كيف ممكن أن أقوم بالنمط اللي أشوفه ضعيف عند ولدي. وطبعا هذا راجع كله للمشاغل ممكن تطبق لولي الأمر. زين، إحنا أيضا ما تحدثنا عن أسباب صعوبات التعلم هذه، ياريت كذا نذكرها طبعا باختصار للمشاهدين الكرام. هو بالنسبة للطالب أنه يتعرض يكون أو صعوبات تعلم لها عدة أفرع، منها أول شيء يمكن أحيانا يكون العامل الوراثي لديهم، يعني بتحصلي أكثر من طفل في هذه العائلة. أكثر الحالات اللي تجيكم اللي هي من الناحية الوراثية؟ أيوة، أكثرها من الناحية مركزة عليها كثير. أيوة، يعني أكثر شيء من الناحية الوراثية، نصادف أكثر من أخ عندنا يعاني من صعوبات تعلم، فهذا يكون طبعا عامل وراثي. عندنا أحيانا الطالب عنده قصور في بعض الخلايا المخية، اللي هو مثلا ما عنده قوة تركيز أو عنده تسلسل الذاكرة عنده ضعيف،
فهذا يكون طبعا راجع لأشياء ثانية ممكن تكون خفية بالنسبة لنا، لكن من ناحية طبية يحتاج لها مراجعة كبيرة. يعني احتمال أنه يكون الأم تعاطت أدوية معينة أثناء فترة الحمل فيه، أو مثلا في فترة وهو ما قبل سن المدرسة وأصغر عن العمر السنة تعرض لأشياء معينة أثرت بهذه الطريقة فأدى إلى أنه يوجد عنده صعوبات في التعلم. يعني حتى الطفل اللي يكون يدخل الصف الأول قبل موعد أو السن القانوني لدخوله ممكن قد يتعرض إلى صعوبات التعلم؟ هو لا، مش مسألة ما نقدر نصنفها بهذا النوع، لكن الطالب ما نقدر نحكم عليه هل هو سوف يكون طالب صعوبات تعلم ولا لا بعد ما هل ممكن هذا يكون سبب من الأسباب إذا مثلا دخل في عمر وهو صغير، يعني مثلا وبدأ يمسك القلم قبل يعني الفترة المحددة لأنه يمسكها، لأنه فعلا هم صغار في عندهم فعلا صعوبة حتى في مسك القلم. أيوة، هو يعني هو في قدرات وفي يكون أحيانا نوع من الإصرار سواء كان من المعلم. أيوة، من حتى أولياء الأمور، معلم أو أولياء الأمور أو الطالب نفسه من الحب أنه يعني يتحدى أن أنا راح أقدر أوصل للإنجاز المطلوب مني رغم أن أنا عمري صغير. نعم. لكن هو راجع لوين الطالب أصلا تلقى التعليم، يعني هل إن أنا مسكت القلم بطريقة متعبة فعلا وخليت يكتب كلماته وهو في سن 3 سنوات. صح. لكن شيء راجع وما شاء الله يعني الوعي بالنسبة لأولياء الأمور أن ولدي إذا أنا بدخله في سن 3 سنوات راح أدخله بحيث أن القلم لا يتعدى التلوين والتخطيط مش للكتابة، لكن هو فعلا يعني أحيانا طريقة التعليم تكون غلط بحيث أن الطالب يصير عنده صعوبات. نعم. لكن إحنا الطالب ما نقدر نعتبره طالب صعوبات تعلم إلا بعد ما يكمل 7 سنوات، لأن أساساً الاختبارات المطبقة للطفل نفسه لازم يكون متجاوز عمر 7 سنوات. جميل جداً، شكراً جزيلاً أستاذة خولة يوسف العامرية معلمة بمدرسة المنهل للتعليم الأساسي معلم صعوبات تعلم، شكراً لك على هذه الإضاءات حول برنامج صعوبات التعلم. مشكورة. العفو، شكراً لكم. شكراً. وأيضا شكرا جزيلا لكم متابعينا الكرام على طيب المتابعة. الآن ننتقل إلى ما تبقى من محطات برنامج قهوة الصباح، فخلوكم معنا. أهلا بكم مشاهدين الكرام، حياكم الله معنا. اليوم إحنا موجودين في المركز الألماني للعناية بالبشرة، ومن المعروف أنه مع تغير درجات الحرارة وقدوم فصل الشتاء خبراء البشرة ينصحوا بالبدء بعمليات العناية بالبشرة وتقشير البشرة. الفوتوترابي عبارة عن جهاز من أحدث أجهزة الألمانية يجدد الجلد الميت في البشرة كامل ويعطي حيوية للبشرة. الحين نبدأ بتهيئة البشرة وإزالة الأوساخ الموجودة على البشرة كامل. والحين نبدأ بالجهاز نمشيه على البشرة لكي يعطي الضوء ليجدد الجلد ويحيي البشرة. ونبتدي من الأجزاء من الأسفل للأعلى. والآن نبدأ بمسك ترطيب وهذا الماسك يرطب البشرة كامل بكولاجين. العناية بالبشرة من المواضيع اللي تهم الرجال والسيدات على حد سواء، ونصيحة لتطبيق تقنيات تقشير البشرة اللجوء للمراكز المتخصصة لذلك.
جديد مشاهدي الأحبة، صباح الخير، صباح اللحظات الجميلة، الأمنيات السعيدة اللي دائما نقول لا يكتمل أنسها وسعدها إلا بكم أنتم مشاهدين ومتابعتكم الدائمة لبرنامج قهوة الصباح مع مختلف الفقرات والمحطات، المتابعات أيضا لمختلف الفعاليات والمناشط المقامة على أرض السلطنة. تأكدوا أن متابعتكم، تواصلكم، تفاعلكم معنا هو الداعم الأول لنا لتقديم وبذل الأفضل بمشيئة الله تعالى من خلال برنامجنا. فأهلا وسهلا بالجميع، كل من يتابعنا عبر الشاشة أو يستمع علينا عبر الأثير عبر التردد 106.5 أو أيضا من داخل السلطنة ومن خارجها. إلى وقفتنا الحوارية القادمة، وموضوعنا هذه المرة موضوع جدا جميل، وأنا أعرف أنه الكثير راح يكون مركز هالمرة ويستمع أيضا لكل التفاصيل المرتبطة فيه، كوننا نتكلم عن العناية بالبشرة، الحصول خلنا نقول على بشرة صافية نظرة براقة جميلة، حلم كل فتاة، وأيضا الرجال على فكرة. يعني الحبوب لربما أو رؤوس سوداء أو بعض المضايقات شوية على البشرة أيضا ضايقة الرجال، لكن كيفية العناية الصحيحة وبالطرق السليمة بالبشرة، التفاصيل ستكون مع إنسانة متخصصة في هذا الجانب وهي الدكتورة سارة توما، اختصاصية التجميل الجراحي. حياك الله يا دكتورة في برنامج قهوة الصباح، وصباحك خير وصباحك أيضا يعني جمال ورائع. الله يخليك، تسلم، شكرا. مرحبا بك دكتورة. قبل لا نتكلم بتفاصيل أوفى عن ما يتعلق بكيفية طرق العناية الصحيحة والسليمة أيضا بالبشرة، خلينا نعرف المشاهد الكريم مما تكون بشرة الإنسان، وبالإضافة إلى أبرز المشاكل اللي نواجهها خلينا نقول في هذه الفترة تحديدا من السنة. أوكي. بالنسبة لبشرة الإنسان أو الجلد، الجلد هي كلمة البشرة تعكس أنه الطبقة الآخر، الطبقة المرآة من الخارجية من صحيح. الجلد لأنه تتكون هي طبقة يعني جلد الإنسان من عدة طبقات. جميل. الطبقة الخارجية مثل ما حكيت لك تسمى البشرة باللغة العربية، لكن هي تسمى الإبيديرمس بالنسبة للطب. فالكلمة الإبيديرمس اللي هي طبقات متجددة كل 21 يوم. ممتاز. تحت هذه طبقة الإبيديرمس تيجي الأعمق، الطبقة اللي تحتها الديرمس نفسه. أيوه. اللي هي تكون فيها البصلات، الشعر، والغدد الدهنية. جميل. فمشكلة البشرة بشكل عام أو الأهم بالمواضيع هي فترة الشباب، أنه تزيد هذه الغدد الدهنية فعاليتها، واللي هي تسبب حب الشباب. جميل. بس الحب الشباب يدخل فيه شوية من الهرمونات، يعني الهرمونات، اضطراب الهرمونات أو إفراز زيادة من الهرمونات فترة المراهقة. أيوة. من يسبب إلى وجود هذه الغدد أنه تفرز زيادة. ممتاز. عدم التنظيف هو العامل الأهم لهذا الموضوع، لأنه الغدد تفرز بطريقة طبيعية، إلا بعض الحالات أنه تكون غير طبيعية فلازم يتوجه إلى الطبيب. لكن بشكل عام أنه الغدد الدهنية، زيادة الإفراز تاعها بفترة المراهقة مع التنظيف المستمر والعناية مضبوط بالبشرة راح تمنع وجود هذه الحبوب أو البثور، لأنها راح تنظف هذه الدهون اللي تخرج بشكل طبيعي من الجلد والبشرة. المشكلة دكتورة أن الواحد يحاول قدر الإمكان أنه فعلا ينظف البشرة، ولكن باستخدام لربما طرق غير صحيحة وغير سليمة أيضا في العناية بالبشرة، وبالتالي للأسف الشديد يضاعف حدة البشرة للأسف الشديد من المشاكل. يعني هي كلمة أنه يضاعف التنظيف ممكن يضاعف شوية، يعني مش صحيحة. ليش؟ لأنه التنظيف بكل الأحوال دائما هو شيء مفيد للبشرة. نعم. ليش؟ أنا أقصد من خلال مثلا استخدام مجموعة كبيرة وأنواع متعددة من الكريمات وإلى آخره، يخلي يضاعف العملية، يعني صحيح يزيد المشكلة. صحيح. لما واحد يستخدم مواد مثلا كيميائية أو من غير جهات مختصة للعناية بالبشرة أو من طبيب جلدية أو إشي، ممكن استخدام السائد الخطأ لهذه المواد ممكن صحيح بتأثر وتسبب ندب. نعم. فننصح من البداية، من مراحل الأولى من الشباب، نساء أو رجال، أنه إذا يشوفوا أنه في خربطة أو عدم انتظام البشرة والحبوب والشسمة، لازم يحاول أنه يتوجه أما لأخصائيي البشرة، مش الصالونات، لكن أقصد العيادات الجلدية. ممتاز. أو المراكز العناية بالبشرة، فبتكون ترخيص
تخصيصها من البلدية أو من وزارة الصحة إنها مراكز العناية بالجلد والبشرة. ومن اسمها متخصصة أيضا في بالضبط هذا الجانب. متخصصة اللي ما تكون فيها صالونات وما فيها شسوار، تكون فقط العناية بالجلد والبشرة. صحيح. تعرفي وين المشكلة دكتورة؟ أنه للأسف الشديد الواحد يروح المراكز التجارية وحوالينه ما شاء الله قائمة طويلة عريضة من أنواع الكريمات بالعناية بالبشرة، وللأسف الشديد يعني على هذه المنتجات لربما كلمات خلنا نقول فيها نوع من الإغراء، يعني بشرة صافية ناصعة البياض وإلى آخره، في الواحد سبحان الله يحاول قدر الإمكان أنه يقتني هذه المنتجات ويعملها على بشرته ويجيب منتج غيره آخر يشوفه في يوم الأيام ويعمله، وبالتالي صارت مشكلة. يعني كمان أرجع أقول لك أنه كل المنتجات اللي تعرض بالسوق مثلا خلينا نقول بأي مراكز التسوق ما في، يعني أصلا ما في منتج هو مضر للبشرة وممكن أنه يعرض بالأسواق، يعني هذا مستحيل. لأن الأسواق كمان ليهم عدها الكونترال بالضبط. صحيح. وأهم من الأشي أنه قبل ما ينتج المنتج ويطلع للسوق يوصل لوزارات الصحة ويختبر. فما أقدر أقول أنا أنه مثلا المواد اللي بتعرض بالأسواق العادية بالسوبر ماركتات إنها مضرة بالصحة، لا، لكن طريقة استعمالها بالضبط، طريقة استعمالها وطريقة اختيارها. صحيح. فمثلا لو نقدر نقول، ما نريد نقول أسماء منتجات معينة، لكن بعض النساء أو حتى الشباب أنه يحاولوا أنه يفتحوا بشرتهم. صحيح. يتوقعوا أنه والله هذا المنتج مكتوب عليه بشرة فاتحة، بشرة نقية خالص، عرفت، فيستخدموه بكميات بالضبط وموش بانتظام. فانا بريد النتيجه تكون اسرع. صحيح بالضبط. بس انا دائما بركز حتى في عندنا بالعياده او احنا عندنا بعياده في المانيا ونفس العياده هنا، احنا بركز انه على نقطه التنظيف هي اهم إشي بالموضوع. فمثل ما حكيت لك هي تنظيف البشرة هي الأساس، إنه كل ما نظفت البشرة البشرة راح تنتج خلايا بيبي جديدة. نعم. فكل 21 ل 27 تعتمد على الشخص. نعم. يوم إنه تتجدد هذه الخلايا. فكل ما نظفت القديمة البرانية المتعرضة للشمس متعرضة للأجواء راح تطلع خلايا جديدة للسطح. جميل. فالتنظيف المستمر هو أهم نقطة. بعدها يجي اختيار الكريمات أو الكريمات المضمونة. أيوة. مثل ما حكيت لك لما تكون الشخص عنده مشاكل بالبشرة قبل ما هو يروح يختار الأفضل أنه يلتجئ أما لطبيب جلدية أما لمختصي العناية بالجلد والبشرة. نعم. طيب إحنا أيضا نعرف دكتورة أنه أنواع البشرة متعددة، عندك البشرة الدهنية، البشرة الجافة، العادية وأيضا الحساسة، فالحين وين أصعب أنواع البشرة؟ وبالإضافة أيضا إلى أهمية فعلا أنه الإنسان يعرف أنه والله أنا عندي هذه البشرة، إذا أنا راح أنتقي ربما الأدوية المناسبة أو الكريمات المناسبة التي تتناسب وتتلائم مع بشرتي أنا من خلال اختصاصي واستشارة طبية مسبقة. صحيح. بالنسبة لكل شخص لأنه يعرف، هو دائما أنا بقولها أنه الشخص نفسه يعرف بشرته أكثر حتى من الطبيب. نعم. ليش؟ يعني مثلا في أشخاص بشرتهم مختلطة، صحيح، في البشرة الدهنية والجافة والحساسة والرقيقة وأنواع. صحيح. بس هي أكثر إشي الجافة والدهنية والطبيعية. زي. لكن معظمنا إنه عندنا بشرة مختلطة، يعني بشرة جافة حوالين الفم مثلا. أيوة. بشرة طبيعية بالخدود، الأنف يسموها التيزون اللي هي هذه على القصة والأنف. أيوة. تكون دهنية مثلا. فتيجي البنت تكون هنا عندها أو الشاب عنده هنا طبقة الجلد يكون جاف ورقيق وبسرعة بيتقشر. ممتاز. ولكن عنده رؤوس سوداء على الأنف لأن جلد على الأنف يكون دهني. فلما يستخدم مواد خاصة للجلد الدهني على الوجه كاملة. أيوة. راح يكتشف أنه المنطقة هذه جفت جديد كثير. صحيح. وقشرت وبعض المرات يسبب إحمرار وألم. فالطريقة الصحيحة المثلى مثل ما حكيت لك أنه أما أنه هو يعرف بالضبط أنه شو هاي طريقة بشرتي، ما أي نوع أنا مثلا أستخدم مثلا الدهني للبشرة الدهنية، صوابين الخاصة للأنف لأن. أيوة. أنا عندي دهني هالمنطقة التيزون، وأستخدم مرطب حوالين الفم لما يكون
أكون أنا أعرف أنه المنطقة هذه جافة أو هذه المناطق الخدود اللي بسرعة بتتقشر. لكن بشكل عام أساسي جدا جدا لازم ينتبه الشخص ليها. كل المراحل هي الشمس. إحنا في دولة فيها شمس والحمد لله. أنا بحب عمان مشان الشمس كمان. شمسها حلوة والله يديمها بعز أهلها. اللي بنقدر نقول إنه الشمس مهم عامل جدا قوي بالنسبة للبشرة. فالشمس لازم نأخذ لها احتياط قوي إنه الوقاية من الشمس واقيات الشمس. فلما أنا أعرف بشرتي دهنية لا أخذ واقيات شمس قوية مثلا 100%. الواقي الشمس يكون عليه مكتوب 100%. هذا غير صحيح، لأن البشرة الدهنية مع الواقي الشمس راح يزيد إفرازات الجلد وراح يأثر سلبيا ويسبب حبوب. بنفس الوقت لما أنا بشرتي جافة أو مناطق معينة جافة ما أطلع بالشمس بدون الواقي. مهم جدا أنه أحافظ على المناطق اللي جافة واللي بسرعة تتأثر أنه أستعمل واقي شمس صحي للجلد. نعم، وعشان هالكلام أيضا نرجع ونقول أنه ضروري الواحد يعرف نوع البشرة اللي طبعا تكون فيها. عموما الدكتور الحين نتكلم عن ربما أبرز التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال العناية بالبشرة. عندنا تقنيات، العلم بيتطور دائما والتقنيات دائما بتزيد. صحيح. في كان تقنيات معينة خاصة فقط لأطباء الجلدية بمسموح لهم أنه بيعملوها. لكن بعد مرور التطور العلم صاير هلأ مثل خلينا نقول 10 سنوات الأخيرة أنه في بعض التقنيات مصرحة لعلاج مراكز العناية بالجلد والبشرة. ممتاز. مثل ما حكيت لك مش الصالونات، أقصد العناية بالجلد والبشرة، المراكز المتخصصة بهذا الجانب. فهاليوم رح يعني أعطيك بعض التقنيات اللي كيف كانت هي مصرحة فقط لطبيب جلدية وحاليا هي مصرحة كمان لها المراكز العناية بالجلد والبشرة. ممتاز. منها أهم وحدة هي يسموها التقشير الكريستالي. نعم، تقشير هذا اللي موجود بالضبط. جهاز التقشير الكريستالي سنين طويلة مختص فقط من لازم يكون عن طريق طبيب جلد. حلو. بحت. ممتاز. لأن هي بها تقشير قوي للطبقة الإبيديرمس الخارجية. لكن مثل ما حكيت لك هلأ طالع أجهزة جديدة تقنيتها أنه ما تقشر طبقات عميقة كثير، للطبقات الخفيفة الخارجية. ممتاز. اللي ما بتسبب بعد الجلسات أي قشور، أي آلام، أي احمرارات قوية، ما يصير حبوب دكتورة بعد ما يعملوا العملية. بالضبط. التقشير الكريستالي اللي كان لازم مخصص في طبيب جلدية. أيوة. لازم أنه يكون تحت إشراف الطبيب لأنه بيصير في قشط للجلد البراني. صحيح. فهو يخلص من الحبوب أو يجدد البشرة بشكل عام. لكن بالمناطق الحارة اللي فيها الشمس قوية دائما كنا ننصح أنه بعد التقشير الكريستالي لازم تبقى بالبيت ولو 4-5 بالضبط، أو أنه نحط واقيات قوية أو خالص تعرض للشمس ما بيصير. لكنه هذه طيب اللي ما يحطها شيء دكتورة في مضاعفات؟ طبعا مضاعفات القوية مثل ما حكيت لك للتقشير الكريستالي اللي عند الطبيب فيها مضاعفات قوية إذا ما بيتابع بالضبط الطبيب شو راح ينصحه بعد التقشير. مهم جدا، وإلا الجلد بالعكس بيتقشر وبيسمر. بالضبط. نعم. بصير نتائج سلبية، والمشكلة انه المريض يرجع يتهم طبيب الجلدية انه هو اذاه، وما سوى له شيء ابدا من خلال هو راد. نعم. انه يصلح البشرة واعطى اكيد النصائح اللي هي بعد الجلسة. جميل. لكن حاليا تقنية الكريستال بيلينج اللي هي. نعم. عن طريق اخصائي التنظيف العناية بالجلد بالبشرة. ممتاز. اخف من التقشير الكريستالي اللي عند الطبيب. ايش الفرق بينه؟ الفرق هو الجهاز، انه هذاك بيكون 1 إلى 2 ملليمتر. جميل. العمق لتقشط الجلد. بالنسبة للجهاز هذا الحديث او عدة شركات. نعم. لكن هذا الجهاز الحديث انه 0.5 لحد 1 مليم، يعني نص المليم راح نقشط من الجلد. فطبعا لما نحن نقشط طبقة خفيفة من البشرة ما راح تكون بيها مضاعفات ولا يحتاج لها طبيب. صحيح. لكن لما أعمق
واحد مليم واثنين مليم من الجلد راح لازم يكون الطبيب المختص اللي هو يكون مهم. نعم. احنا سعدنا جدا بوجودك اليوم معنا دكتورة، ونتمنى هذه الإضافات الصحية الجميلة أيضا تصل لكل المتابعين والمشاهدين لبرنامج قهوة الصباح. لك كل التحية ولك أيضا كل التوفيق دكتورة سارة توما، اختصاصية التجميل الجراحي، وكان حديثنا حول العناية بالبشرة. شكرا لك دكتورة. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. احنا مستمرين ومتواصلين معاكم مشاهدينا الأحبة في برنامج قهوة الصباح. الحين نروح للوحات حول العالم، وبعدها إن شاء الله تعالى ننتقل بكم إلى فقرة الرياضة من خلال برنامجنا، فتابعونا. مرحبا بكم مشاهدينا الأحبة، وصباح الخير لكل من يتابع برنامج قهوة الصباح. صباح الأحد وبداية الأسبوع يا رب العالمين يكون أسبوع حافل بالنجاح، أسبوع موفق حامل لكم كل الخير وكل السعادة. الحين نروح لفقرة الرياضة، وكالعادة أيضا من مواضيع متنوعة فيما يتعلق بعالم الرياضة سواء المحلية والخليجية أو العربية أو أيضا الدولية. هذه المرة سنتكلم عن سباق تم إقامته طبعا قبل أسبوعين ولأول مرة في السلطنة، واللي هو ريبوك سبارتن ريس للنخبة. أحد شبابنا حصل على المركز الأول
كأول كعماني وحصل على المركز الرابع على المستوى العالمي الدولي في هذا السباق. فنوجه له كل التحية ونقول لك مبارك أيضا لعبد الله بن خميس الفارسي. عبد الله مبارك لك أيضا حصولك على المركز الأول المستوى المحلي، المركز الرابع على المستوى العالمي، ونقول لك صباحك وطن أيضا. الله يديك ألف خير ويبارك فيك وفي حياتك إن شاء الله. نعم، إحنا قبل أن نتكلم عن السباق هذا يعني أريدك فقط توضح للمشاهدين الأحبة سباق ريبوك سبارتن ريس، إيش فكرة السباق بشكل عام يا عبد الله؟ والله السباق على أساس أن يوضح للمشاهد هي عبارة عن سباق الجري وأيضا عبارة عن تخطي العقبات أو الحواجز العوائق. إيه نعم. فإذا نتكلم عن الأنواع فهناك ثلاث أنواع. النوع الأول ما يطلق عليه بالسبرنت وهذا 8 كيلومترات مع 20 عائق. نعم، هذا اللي أنت شاركت فيه صحيح؟ اللي أنا شاركت فيه 8 كيلومترات. 8 كيلومترات ممتاز. النوعية الثانية اللي هي تسمى بالسوبر، هذه النوعية الثانية عبارة عن 13 كيلو و25 مانع. نعم. والنوعية الثالثة لكن مو الأخيرة طبعا تسمى بالبيست سبارتن، باللغة العربية المحارب السبارتن المتوحش. نعم. جميل. فهذا عبارة عن 20 كيلو تخطي عقبات وحواجز، شو اسمه 30 عاقب وحاجز. نعم ممتاز. طيب عن أنواع معينة إذن ها، وأنت شاركت في اللي هو 8 كيلومترات بالإضافة أيضا إلى 20 عائق. أريدك توضح للمشاهد الكريم إيش نقصد بالعوائق والحواجز، مثل إيش اللي كانت في هذا السباق؟ العوائق الله يسلمك، إيش اللي واجهتك وإيش وين حسيت الصعوبة أكثر فيها في اجتيازها؟ العوائق يطولي بعمرك، خلينا أضرب لكم مثال أنك تنزل تحت السياج، فمعظم يعني مثل تمرينات العسكريين أو الكوماندرز زي ما يتكلمون القوات الخاصة. نعم. فإحدى العوائق اللي هي تمشي تحت السياج في السباحة في الوحل، مو السباحة في المياه شو اسمه الصافية. نعم. تسلق شو اسمه الحبل إلى أعلى، حمل أوزان 40 كيلو إلى 60 كيلو في ظهرك وركض المسافات. فهي قنوات مائية، نيران ملتهبة، عليك النور، مثل هالأشياء صحيح، مثل هالأشياء عليك النور. فش اسمه، هي إذا كنت تركض مثل الماراثون يعني راح تحافظ على السرعة ودقات قلب معينة وراح تستمر لمسافات بعيدة. صحيح. لكن في هذه الرياضات صعب جدا أنك تحافظ على مستوى دقات قلبك على نمط او على مستوى ريذم معين. ليش؟ لان انت يوم تدخل على حاجز، خلينا نفترض حاجز اللي هي ترفع ترفع وزن الاثقال. ايوه الاثقال. أيوة. ترفع وزن او دحرجه التواير الضخمه. طيب، فدحرجه التواير الضخمه هذه نتكلم عن التواير الشاحنات. زين. فتخيل انت تدحرج هذا التاير وتستمر لقدام، فهذه راح تستنزف او تستهلك طاقه ضخمه من جسمك. صحيح. فبعد ما تخلص هذا العائق على اساس انك تركض ثاني مره خلاص انت منهك في ذي اللحظه، عليك النور. نعم. فتبادر وتركض يا دوبك يعني ان تلتقط انفاسك وترجع نظام دقات قلبك يعني كمعتدل، تصادف عائق اخر. فتمشي على هذا المنوال لمده 8 كيلومترات، واذا تكلمنا عن يعني تمشي تركض مسافه معينه لو امامك حاجز وعائق معين، لذا لازم مره توقف وقفة التأمل أيضا كيف عملية أنك تستطيع الاجتياز. صحيح؟ والله إيه، عليك النور. وما في هناك ما في وقت أن تأخذ نفسك لأن هي في الأخير سباق وفيها مراكز، فلازم. وعلى طار الوقت يعني في وقت معين محدد لكم ككل السباق؟ ككل أيوة، لأن كل فرد قبل الله يدخل السباق يعطوه مثل الحزام، مثل الساعات الإلكترونية. أيوة. الذكية، فيعطوه وحدة يركب على يده، وهذه في نهاية السباق يأخذ من عنده. نعم. ومن هذه الساعة راح يطلعون النتائج. صحيح. نحن نشوف هذه بعض اللقطات للسباق. طبعا هذا بشكل عام لسباق ريبوك سبارتن ريس حول العالم، مش السباق اللي طبعا كان قبل اسبوعين. صحيح. ايه. طيب اريدك ايضا تخبرني عبد الله يعني كيف فكرة مشاركتك في هذا السباق؟ أنت لك مشاركات في مضى ولا إيش؟ عندي مشاركات في اللياقة البدنية لكن هذه كانت عرض الأجسام. فوالله حبي للركض قبل لا أتكلم عن هذه النقطة بس أريد أوضح هذا الفيديو. أيوة. هذا الفيديو اللي هي تجي بعد
المحارب الاسبارتن المتوحش في اللي هم سباقات التحمل والقدرة. نعم أنا لاحظت أنه في على بشكل فرق هنا مش بشكل فردي. أيوة راح أتكلم عن هذه النقطة. جميل. ترى راح نجي على هذه النقطة فخلي المشاهد يشوف على الفيديوهات. استمتع ها بالمشاهدة. استمتع بالمشاهدة. أيوة يا عبد الله كنا إحنا في الدقائق الأخيرة بنعمل البرنامج واصل. إذا لاحظت أن في مجموعة طبعا أنت بعد ما تطلع من النوعية الثالثة اللي هي المحارب الاسبارتن المتوحش راح تيجي إلى سباقات القدرة والتحمل وهذه تختلف تماما. هذه توصل إلى 42 كيلو وتيجي على ضمن فرق. الفريق مثل الفريق لازم كل حاجز هي مفردية لازم الفريق بكامل يتجاوز الحاجز هذا. ما يصير يعني إذا كان الفريق ستة انفار لازم يوصلوا بستتهم للنهاية، ستة يتخطون كل حاجز وستة يوصلوا للنهاية. لازم يوصلوا للنهاية. لازم يوصلوا للنهاية وهي مدتها ما يقارب تقريبا الآخر نوعية اللي أصعب نوعية من 48 ساعة إلى 60 ساعة. فتخيل أنت 48 ساعة تتخطى حواجز وما تعرف شو هذه الحواجز وما تعرف نهاية المطاف إيش. فحتى تحصل فيها شهادة دولية أنك تخرجت من هذه البطولة. نعم. حاولت أنك تشارك في مثل هالسباقات؟ بإذن الله في اتفاقية الحين في دول الخليج إن شاء الله، في من دولة الإمارات الشقيقة ومن دولة الكويت في أبطال ومن دولة عمان إن شاء الله. من دولة عمان إن شاء الله راح أنا أمثلها وبنختار من دول الخليج الثانية وراح نقيم كفريق ونشارك إن شاء الله في الولايات المتحدة في سنة 2017 إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. طيب أنا أرجع للسؤال السابق يا عبد الله، كيف جاءت فكرة مشاركتك في هذا السباق وإيش أبرز الصفات لربما اللي ينبغي أن يلتزم فيها ويتصف فيها الشخص علشان فعلا يكون له القدرة على المشاركة في مثل هكذا سباقات؟ والله أول نقطة أنه لازم تكون عندك نمط حياة صحية ولازم تتبع بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أن إسلامنا قبل كل شيء يحثك على إيش؟ الرياضة. الرياضة صحيح. اهتمامك في التغذية. كبداية أنا الحمد لله وشكل كرجل صحي يعني عندي نمط حياة وعندي مسابقات مسابقات أيضا قبل. فجاءت الفكرة أني أنا أحب الركض وأيضا أحب التمارين اللي هي رفع الأوزان. نعم. فهذه تشمل الاثنين يعني لا أنك تكون عداء ولا أنك تكون شو اسمه رافع أوزان، لازم تكتمل الاثنين مع بعض. والتحدي أقوى يعني تعد الاسبارتن مسابقات الاسبارتن من أقوى السباقات يعني في العالم، مو أي واحد يقدر يشارك فيها. طبعا هذه النخبة. وأريد أتكلم عن نقطة مهمة وايد قبل الله أنسى اللي هي أيضا الحلو في سباقات الاسبارتن. احنا وايد انا وايد تطرقت على بس موضوع النخبه. في هناك المجموعه العاميه، المجموعه العاميه اي واحد يقدر يشارك، كبار السن الاطفال الكبار في السن والشباب والنساء ايضا. وفي نفس الشيء اللي هو فئه الصغار الاقل من 14 سنه وهذه ممتعه. نعم. اعوذ بالله من الشيطان. يعني في بالي كذا بعض البرامج لربما كنا نشاهدها، يعني برامج خلينا نقول فيها نوع من التسليه والترفيه ولكن ايضا فيها صعوبه في عمليه اجتياز فعلا عوائق يعني. صحيح. وخاصة الأطفال يعني الممتع أنك تشوف طفل يجتاز هذا الموانع. يعني تخيل هذا الطفل بكرة إن شاء الله شو راح يكون؟ صحيح. يعني راح تبني له تحدي المخاطر، تحدي والثقة والتكيف مع التغيرات. فوايد ممتاز صراحة أنك تشوف الأطفال وأن الأطفال عندنا يشاركون. كان في إقبالي وايد ممتاز من ضمن المواطنين المحليين أيضا من دول خارجية جو على أساس بس أنه يخلون أطفالهم يشاركون. تخيل يعني ناس تسافر مباراة على أساس أنه تخلي أطفالهم يشاركون في هالبطولات. حاولت أنكم في السلطنة تقيموا مثل هكذا السباقات؟ والله في السلطنة لا زال، لكن بإذن الله مستقبلا أحب أتبنى يعني مثل هذه المسابقات. مو بس فقط سباقات الاسبارتن، هناك الترايثلون الجري مع السباحة والركوب الهواء ركوب الدراجات الهوائية وايضا سباقات الرجل الحديدي. يعني في باذن الله ان شاء الله راح نقيم بطولات مستقبلا باذن الله تعالى. انا ارجع الى السباق واللي قبل اسبوعين وحصولك فيه على المركز الاول، كنت تتوقع او المركز الرابع ايضا على مستوى العالم، كنت تتوقع انك تحصل على هذا المركز يا عبد الله؟ والله وين الصعوبه واجهتك اكثر شيء؟ والله باذن الله ما في اي صعوبه، يعني الشخص لازم اذا توكل على الله واخذ بالاسباب اجتهد قبل بطوله وركز على انه يحرز المركز الاول، مو انه بس مجرد مشاركه.
اعتقد وقال إن شاء الله أنه راح أبذل كل ما عندي وأخذ الأسباب وأجيب المركز الأول، ربما ما يجيب المركز الأول لكن راح يجيب مركز إن شاء الله مقارب بالأول. نعم. وهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. للمبتدئين اللي تابعوا برنامج قهوة الصباح بهذه اللحظة، إيش تنصحهم بالضبط؟ كيف الواحد يقدر فعلا يطور من مهاراته وقدراته وإمكاناته أيضا في هذا الجانب؟ بالأول يبلش يبتدي ممارسة الرياضة. نتمنى كل الشباب يهتمون بالرياضة، مو شرط رياضة رفع الأوزان. نعم. أي رياضة يحبها ويقدر يستمر عليها ولو كان المشي السريع، يعني ما في أي إشكالية، ويهتم في التغذية. مو شرط أن يدخل نظام تغذية، هذا في نقطة وايد مهمة جدا اللي هي؟ يعني إذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن حسب ابن آدم لقيمات أن يقمنا صلبة، فثلث لطعامه ثلث شرابه وثلث لنفسه. فابتدي بهذا الإعجاز يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أن تغذى وجبات يعني بسيطة، لا يعني مو لحد الآخر نفس، اهتم برياضة يومية نصف ساعة لمدة 5 أيام يعني مجموع 150 دقيقة في الأسبوع، وشارك بطولات لأن هي تعطيك حافز. يعني هذه البطولات حط هدف مثلا بعد 3 شهور راح أشارك هذه البطولة، فراح تعطيك حافز الاستمرارية. نعم. هذه رسالتي يعني. نعم. بارك الله فيك، شكرا، الله شكرا لوجودك اليوم معنا يا عبد الله، واتمنى لك كل التوفيق، وبارك لك ايضا مجددا حصولك على المركز الاول على المستوى المحلي والمركز الرابع على المستوى الدولي في هذا السباق. عبد الله بن خميس الفارسي، شكرا مجددا. العفو، بارك الله فيك. اذا مشاهدي الاحبه، شكرا لكل من تابع برنامج قهوه الصباح في هذا اليوم وبدايه الاسبوع، نتمنى للجميع ان شاء الله تعالى كذا ايام سعيده فيها الانس والرضا ونحن نعايش هذه الايام النوفمبريه المجيده. وصلنا للختام، شكرا للجميع ودمتم بخير، ودامت عماننا تخطو مدارج الرفعة نحو ذرى المجد والعزة. إلى الملتقى.